اتلعبت جابياديني، مانولو جابياديني على الارض حلوه لعادل تعرابت اللي سند الكوره لسمير. يا لعيب يا لعيب يا لعيب، صاروخ من سمير على يسار خالد عيسى، وكلمه السر عادل تعرابت، كلمة السر عادل تعرب. لا والله ده عادل عدل هالو، عادل هيئ هالو، وسمير على الطاير الأولى على اليمين صدها خالد، لكن التانية على الشمال صاروخ أرض جو على يسار خالد عيسى. سمير ميميسيفيتش، سمير ميميسيفيتش بيقول للكرة روحي وراحت. شوف هنا الاستلامة، شوف المحاولة من جابياديني، لعب على الأرض يا ولد يا عادل، لمس هالو هوب على يسار خالد. أول أهداف القمة، أول أهداف القمة، النصر يتقدم. سمير ميميسيفيتش هو اللي يسجل الهدف الأول للنصر، واحد النصر لا شيء العين. هو ناولها، هو شوط ثلاثة، واحدة طلعها خالد عيسى باليمين، الثانية خبطت، والثالثة دخلت في المرمى. إذا هو الهدف الأول من نصيب النصر عن طريق سمير ميميسيفيتش اللي يسجل الهدف الأول في الدقيقة 70، 1-0. لكن هدف 50%